اهلا بيكم. لو بتفتح السوشيال ميديا، اي منصة سوشيال ميديا، هتلاقي الاغنية في وشك على طول، هيجيني موجوع، بقت الترند اليومين دول. ولكن يعني عايز اقول لكم ان اللي واقف خلف هذه الاغنية هو برضو كان ورا ترند تاني فضلنا قاعدين فيه فترة طويلة، تيجي نتراهن لو حضراتكم فاكرين. والاغنيتين بيشتركوا ان هما يعني الاتنين كده بيهونوا على المتسابين وعلى المفركشين، والاثنين طبعا قدمهم المطرب المتألق دايما، مطرب الاحزان تامر عاشور، اللي دايما يعني ايه، اي عياط هتلاقي على طول تامر عاشور موجود فيه. ولكن الاثنين كانوا من كتابات الشاعر المتألق خلال الفتره الاخيره محمود عليم، واحنا جبنا بقى محمود عليم الراجل اللي مهونها على كل الناس المفركشه وكل الناس المتسابه خلال الفتره الاخيره. اهلا بيك يا محمود، ومبروك نجاح اهلا الاغنيه. وسهلا، الله يخليك، الله يبارك فيك يا حسن. احنا بنتكلم ما شاء الله 120 مليون تيك توك، ما كملناش الحمد اسبوعين لله. ثلاثه لو انا فاكر صح، و15 مليون الحمد يوتيوب لله نمسك الخشب يعني، الله بالظبط، اكبر، نجاح الحمد لله جميل وكبير. وطبعا يعني تيجي نتراهن تيك توك بطل يعد خلاص، يعني تيك توك بطل يعد الملايين، انت على يوتيوب جايب 60 مليون، بس احنا عارفين تيك توك بيبقى الحمد لله، عدد اكبر لان الناس بتاخد الاغنيه بقى هي تشتغل عليها زي ما بيقولوا تستخدمها كده. في الفيديو. ايوه بالظبط بالظبط، بالظبط، فكل الحمد واحد لله، بيعمل لها كليب خاص بيه يعني، فعشان كده الارقام هي بتبقى بتلمس كل واحد في كبير. حتة معينة. طيب اولا زي ما بقول لك الف مبروك، وكلمنا بقى عن الله الكواليس يخليك. وايه الحكايه يعني المنطقه دي. انت طبعا محمود عامل اغاني كتير جدا ناجحه ما شاء الله، بس انت المنطقه دي يعني فارقه معاك. الحمد لله، الحتة يعني شوية اللي فيها زي ما انت بتقول كده بتاخد حق الناس شوية، يعني هي بتشفي غليل الناس كده، اللي هو من حاجة كانوا عايزين يعملوها أو حاجة بيتمنوا تحصل. ف يعني لما توفقنا فيها في تيجي نتراهن، حاولنا مش نعمل زيها بس شوية، يمكن أنا بعمل الحتة دي كويس، مش في الحقيقة في الأغاني بس، يعني في الحقيقة مش عندي شوية، بس في الأغاني بعرف أخد حقي بقى لما بعرفش أعمله في الحقيقة. فيعني لما هي أغنية هيجيلي موجوع كانت تيمة لحنية الأول، عمرو الشاذلي بعتها لي وقال لي عايزين نعملها برضو فيها حتة انتقامية كده شوية، فقلت له ماشي. فقعدت اشتغلتها يعني على طول تقريبا، أول ما تامر عاشور سمعها خدها الحمد لله، بعد ما عملناها على طول أول ما توزعت وخلصت من عمرو الخضري. يعني بقى لها فترة معاه، كنت مستنيها تنزل من فترة طويلة، بس الحمد لله يعني نزلت في التوقيت المناسب لي. طيب كلمني عن كواليس الشغل مع تامر عاشور، يعني انتوا بدأتوا مع بعض ازاي؟ كنتوا متوقعين النجاح ده سوا؟ يعني كلمني عن كواليس الشغل مع تامر. تامر احنا ابتدينا مع بعض بأغنية هي لسه ما نزلتش لحد دلوقتي. اصلا يعني انتوا عملتوا اغنيتين كسروا الدنيا، واول واحدة ما نزلتش لحد النهارده. اول اثنين ما نزلوش، يعني هي ياه. اخر واحده كانت تيجي نتراهن، في اثنين تاني ان شاء الله لسه معاه ما نزلوش، يعني او احتمال يبقوا ثلاثه كمان، بس في اثنين اكيد معاه ان شاء الله. ف يعني اتمنى ان هم ينزلوا، هم فيهم الحته دي بس مش بنفس الطبع، يعني مش بنفس طبع الدرامي شويه، بطبع شويه يعني مقسوم، اغاني مقسوم بس. يبقى عشان كده خايف فمستنيين شويه. ينزلهم. لا لا، هم التانيين فرحانين شوية عندي، يعني مش دراما خالص. عشان فرحانين اكيد هو خايف يغامر. لا بس برضه فيهم الحتة بتاعت هتريح الناس برضه، مش هنكد عليهم قوي ومش هنبسطهم. فإن شاء الله ينزلوا. دول كانوا الأغنية الأولى. آخر واحدة كانت تيجي نتراهن، وهي يعني نزلت على طول، ما خدتش وقت مع تامر، كانت من أواخر الأغاني اللي راحت في الألبوم وما كانتش آخر واحدة. وبس بعدين الحمد لله لما نجحت فضلنا شويه ما نزلش بقى الاغاني في الالبوم، واظن لسه برضو مش في الالبوم ده، بس يعني هم معانا ان شاء الله، بس يعني اللي ليهم نصيب ينزلوا دول، والحمد لله كان ليهم نصيب حلو يعني لما نزلوا. طيب انت يعني تامر عاشور طبعا نجم كبير، ولكن الاغنيتين دول فرقوا قوي وكان نجاح الحمد كبير ما لله شاء الله جدا. فقول لي الحمد لله. انتوا بداتوا ازاي؟ يعني فكرتوا ازاي؟ ده اشتغلتوا مع بعض ازاي؟ كنتوا وانتوا بتحضروا ليهم كان الاتفاق عامل ازاي؟ يعني متوقعين مش متوقعين؟ يعني احكي لي الكواليس كده. والله انا كنت يعني مع تامر عاشور اكتر، اول حاجه اتعاملت كان عن طريق عمرو الشاذلي الملحن صديقي، وبعدين اتكلمنا انا وهو على الواتساب،
حاولنا في اغنيه تيجي نتراهن نغير شويه في الكلام، ويعني في الاخر رسينا على على اللي نزل اللي هو الاساسي، ما غيرناش. حاولنا، كان في حبه كلام كده صغير كان هو عنده وجهه نظر فيهم، وبعدين قال لي لا في الاخر الاحسن هو الاساسي اللي نزل او اللي كتبت بيه الاغنيه. ف دي كانت الكواليس، كانت ما كنتش متوقع، ما كنتش عارف ان هي هتبقى اسم الالبوم يعني، عرفت مؤخرا. وبعديها فيجي لي موضوع برضو اتكلمنا بعدها، ان يعني بارك لي ان وانا باركت له على الاغنيه ان احنا اشتغلناها. وبعد الشغل بعد ما نزلت بقى يعني خلاص باركنا لبعض ومبسوطين بالنجاح تاني مره، ويا رب يتكرر تاني. بس هو تامر عاشور عارف قوي هو عايز ايه يعني، هو بيبقى قين قوي الاغنيه بتاعته يعني، بيعرف ان دي من اول مره على طول، سبيشالي طيب الحته بتاعته السيف زون بتاعته اللي هي بتبقى فيها طابع درامي فين وكده. الدراما كده؟ طيب طبعا انت على تيك توك ما شاء الله الحاجات رد فعل كبير جدا. كلمني بقى عن الحمد لله. اكتر حاجه كانت لطيفه بالنسبه لك في الاغنيتين، يعني اكتر حاجه انت شفتها قلت ايه ده عملوها ازاي، خدوها ازاي، فاجأتك انت شخصيا يعني. في واحدة اللي هي بتاعت تيك توك اللي هي بتاعت عملوها على سندوتش الفول ده اللي هو القبض أول للشهر، دي كانت حلوة جامد. أوي. وفي واحدة امبارح لذيذة أوي، ملحنين لحن تاني في الثلاثينات سنة 1930، بيقولوا لو كانت اتلحنت 1930 كان عاملين لها لحن بقى زكريا أحمد كده أو كامل الخلعي، الحاجات القديمة دي كانت حلو لذيذة قوي. برضه. لسه ستيفن ده والأولانية بقى بتاعت تيجي نتراهن. تيجي نتراين كانت شويه يعني، مش تيك توك قد ما هي كانت صادمه شويه للناس، الحرقه اللي في الاول، الاصرار في الاغنيه ان الشخص هيجي، وكان في شويه الناس مش فاهمه كلمه وجعه، علشان ازود على اوجاعك مليون وجعه، هو دايما متعودين على كلمه وجع، بس وجعه المفرد دي الانثوي ما كانتش فاهمين. هي دي كانت اكتر حاجه الناس مش بتسالني عليها، تمام. فقلت لهم لا هي موجوده، كلمه موجوده بس يعني مش متداولة أوي يمكن. طيب انت عارف طبعا احنا دايما بنركز مع بطل الاغنيه مع المطرب، ولكن انت ما شاء الله عملت مجموعه اعمال كانت ناجحه جدا الحمد الفتره لله. اللي فاتت، برضو عايزك تكلمني عنهم، وعايزك بقى كمان تكلمني عن المشاريع الجايه. والله اللي فات عملت مع تامر حسني سجل يا تاريخ برضو، أغنية نجحت بقت اغنيه رسميه دلوقتي في في الافراح الأفراح. وكاتب الكتاب يعني كل المناسبات، صح؟ الحمد لله، هي كانت مقصودة يعني إن هي تبقى ليها. مظبوط. وبعدين عملت مع دنيا سمير غانم أغنية اسمها نحنوح، كانت ألحان عزيز الشافعي، توزيع طبعا أحمد عادل، كل البنات كانت عامله كان عليها تيك قلق. توك نجحت، تيك ايوه توك شوية طبعا. في كمان مع الأطفال نجحت شوية، حلوين الحمد لله. ومؤخرا عملت رمضان اللي فات، عملت أغنية لمستشفى 57، ورمضان الجاي إن شاء الله برضه في أغنية مع نفس المستشفى 57 إن شاء أو الله. أغنيتين كمان. ويعني إن شاء الله ماشيين في السكة. برضه في إن شاء الله الأعمال الجاية أحمد سعد في عمل معاه إن شاء الله، ربنا يتم على خير، هيبقى برضه مختلف خالص عن السكة دي. يا رب. احمد ماسك الترند على طول، وانت برضو ماسك الترند، يا رب فهتشوف بقى لما تجتمعوا سوا ان شاء الله تبقى حاجة قوية جدا يا ان شاء رب. الله. وفي هيثم سعيد نازل قريب الشهر ده فبراير، يعني نازل شهر فبراير أغنية حلوة مهمة، ويعني في كذا حاجة دول اللي فاكرهم دلوقتي. طيب طبيعي يعني السؤال التقليدي اللي لازم يتسأل لك في حالة زي دي بيبقى فيه، يعني خلينا نتكلم في الكام حاجة اللي سمعت قوي زي ما انت قلت، نحنوح وسجل يا تاريخ، هيجيني موجوع، يعني الحاجات دي ليها باك جراوند عندك، ولا يعني دي حاجات بقى بتقعد من وحي الخيال كده او قصص اصحابك وكده؟ بس لا بصراحة مش يعني بلاش الإجابة لا والله الرسمية لا، بس هي التقليدية. لا فعلا هي مش بتبقى مش مقصوده ان هي تبقى على حد يعني، قد ما هي بتبقى ممكن فلاش منها او جزء كلمه منها استوحيتها او ابتديتها من موقف حصل ليا او لغيري. ممكن نكون احنا قاعدين مع اصحابنا بنحكي عن حاجه، وده منطقي يعني في الشعر، ان هو بيبقى عامل زي المغناطيس كده، عمال بيجذب كلام او احاديث او مشاعر من الناس يعني. فلا هي يعني ما كانتش مقصوده لحد بعينه، بس هي كانت
مجموعة من الأحاسيس يعني اتجمعت في ايه الحتة دي. ايه الشرارة اللي طلعت هيجيلي موجوع؟ بجد ما كانش فيه، يعني ما كانش فيه حاجة وأنا بكتبها معينة، لأن أنا فاكر وأنا بكتبها ما كانش فيه حاجة بعينها أنا قاصدها. أنا كنت قاصد إن أنا أعمل الحالة بتاعت الندم، إنه لما هيرجع ندمان. ايه بس لكن موقف معين لا، ما فيش يعني، سبيشال ان هي تيمة، يعني هي ما خرجتش مني كمان، يعني التيمة هي اللي حطتني في الكلام، مش انا كاتب براحتي زي اللحن اللي جه الاول. بالظبط. اللحن اللي جه الاول طيب ايه بس. ايه اللي جاي غير احمد سعد بقى ان شاء الله؟ هيثم سعيد قريب قوي نازله حلو قوي. ان شاء الله. وايه القريب ان شاء الله؟ سقف رمضان قريب، 57 إن شاء الله. اغنيه ان شاء الله، 57 الحان نور عز العرب. و ايه تاني فكرني؟ وفي بكره ما نازله لي او بعد بتفكرش في بكره. حاجة فرايحي؟ يعني ما بتفكرش في لا حاجة والله، كده لا كل اللي جاي فرايح، ما فيش كل حاجه اللي جاي نعنش؟ يعني اغنيه هيثم سعيد فرحانه، ونازل لي بعد بكره اغنيه مع صديقي محمود ميري، اغنيه حلوه قوي حلو. برضو، فرحانه جدا، حب ألحان محمد خلف. حلو قوي. دول دي طيب الحاجات الأبكامينج القريب إن شاء الله. وتامر عاشور ما بيفكرش يدينا حاجة من الحاجات الفرايح اللي في محضرينها سوا؟ يعني في يعني إن أكيد شاء الله، النجاح ده هيشجعه بقى يعني. خلاص في إن شاء الله إن شاء أغنية، الله. يعني إن شاء الله هتبقى فرحانة مختلفة خالص، بس هي فكرة برضو لذيذة حلو قوي حلو قوي. محمود إن ألف شاء الله. مبروك، الله يخليك ومبروك الترند ومبروك النجاح. ما شاء الله دايما الله كده يخليك متألق ودايما حبيبي، موجود مكسر الدنيا على كل المنصات. نورتنا في تلفزيون اليوم السابع. يا شكرا رب ليك. حبيبي نورك، تشرفت بيك، شكرا يا محمود. مع بشكر حضراتكم على السلامة. المتابعة، وخليكم دايما معانا على تلفزيون اليوم السابع، ودايما بنحاول نجيب لكم الأخبار وبرضو المنوعات والحاجات يعني اللي بتبقى واكلة مع الناس كده ومختلفة شوية. فيعني يا رب نكون قدمنا حاجة تبسطكم. شكرا لحضراتكم على المتابعة، وخليكم دايما معانا على تلفزيون اليوم السابع. شكرا ليكم.